السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. أحبك الله المصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. معك أخوك عادل من أهل سيناء. يا مرحبا يا عادل من أهل سيناء. الله يبارك فيك يا مصطفى. أنا بسأل بس مصطفى، أنا صيام يوم الاثنين ثابت صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن سؤالي هل صيام يوم الخميس نعم بمجموع الطرق يصح، نعم هو أقل درجة في الصحة من صيام الاثنين، ولكن في الجملة يحسن لطرقه بعد البحث فيه. لكن هو ثابت عن الرسول. أي نعم ثابت بمجموع الطرق الحث عليه. السلام عليكم.